نروح لقصه ملهمه، قصه بتخص طفل او هو فارس بمعنى الكلمه، لانه تحدى الالم، تحدى المرض، قهر السرطان، رغم ان كانت التبعات ان هو فقد ساقه، سرطان عظم ادى طبعا الى باتروفي الساق، ولكن رغم ده كله اتعلم الفروسيه واصبح بطل في الاراده والتحدي. الولد الجميل، الشاب، القمر اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي، الفارس الجميل اللي واقف او قاعد بقى على الحصان، فارس بمعنى الكلمه، الفارس محمود سامح. يا كابتن محمود، اهلا وسهلا، مشرفنا. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا محمود، ما شاء الله عليك. الحمد لله، منور الشاشه. ربنا يخلي حضرتك. شكرا. ويخليك انت يا حبيبي، ويبارك في عمرك يا رب. وايه البطولات الحلوه دي، وايه الهوايات الجميله دي؟ ابتديت تحب الفروسيه من امتى؟ والله وانا من شهر 9 اللي فات، وانا قررت اتمرن فروسيه. كانت تقريبا اول مره كان فيها فرس او اي او حصان. لما ركبت وجربت حبيت الموضوع قوي، فقررت ان اتمرن واتمرن اكتر واكتر، لحد ما دخلت بطوله دريساج. اول اخدت فيها الحمد لله اول جمهوريه. ما شاء الله، ما شاء الله يا حبيبي، ما شاء الله. احكي لي بقى، احكي لي عن ركوبه الحصان ايه، لان انا بخاف اركب حصان بصراحه. انت ما بتخافش؟ كلنا بنخاف. لا لا لا، هي حاجه جميله قوي. احكي لي. غير لما انت بقى تكون فاهم الحصان هو عايز ايه، وهو عايز منك ايه علشان يمشي كويس وكده. تمام. يعني بتتحكم كويس، فاهمه اكتر، هتعرف. طبعا. بطل بطل. اسمائهم ايه اصحابك يا محمود؟ انا عارف انه لما بتبقى في صداقات كده بيبقى ليهم اسماء، مش كده ولا ايه؟ طبعا. قول لي بقى. هم كتار قوي والله اللي هم وقفوا معايا. احكي لي طيب كده عن يومك وصديقك. اولا اللي انا كمان اقصده صديقك الحصان الاقرب ليك والاحب ليك، وانت اوكي وانت يعني بتمارس هوايتك، وفي نفس الوقت صحابك بقى يعني اكيد فرحانين برضو بيك. ايوه طبعا. يلا. طبعا الحصان بتاعي انا اللي بعمل له كل حاجه، عشان انا بجد ده هو اكتر حاجه انا بحبها. بهتم بيه ولازم اطبطب عليه. هو على فكره برضو بيحبني، يعني بيبقى نفس الشعور برضو يعني. اكيد اكيد. طيب وغير كده غير كده طبعا صحابي وقفوا معايا قوي، زي جهمي والكابتن بتاعي، واحب اشكرهم قوي والله. واحنا كمان بنشكرهم، وبنشكر اسرتك يا محمود الحقيقه على النموذج الجميل اللي احنا شايفينه. حبيبي دلوقتي تشرف الكل. يعني عايز اقول لك بقى يا محمود، سؤال عايز اعرف منك. العفو يا حبيبي. عايز اعرف منك انت دلوقتي محمود عايز يبقى ايه في الفروسيه، حلمه ايه؟ ومحمود بقى عايز في الدراسه يبقى مين بقى، يوصل لفين؟ طبعا انا نفسي احقق بطوله اولمبياد، وده طبعا حلم كبير قوي. واللي في الدراسه انا الحمد لله يعني كنت كل سنه بطلع الاول الحمد لله. ان شاء الله دايما الاول. ان شاء عايز الله تبقى افضل إيه كده لحد ثانوي بقى ان شاء الله يا رب. حلمك تبقى ايه ان شاء الله؟ حلمك تبقى ايه؟ تشتغل مهندس معماري. مهندس معماري. سلام. فنان وبطل وفارس. والله متكامل، نجم متكامل حبيبي. انت ان شاء الله هتبقى كل الحاجات الحلوه. ربنا يخلي حضرتك اللي انت نفسك فيها ان شاء الله. وما شاء الله عليك. وبسلم على مامتك وبسلم على عيلتك كلها. ويلا اتفضل انت كمان بقى، قول للحبايب اللي عندك. احب اشكر الكابتن وماما وبابا وعمو هاني السخن، وطبعا الكابتن بتاعي اكتر حد تعب معايا، اكتر حد بجد كان هو بيمرني في يعني بيقف معايا في الشمس وفي الارض، وكان بيتعب معايا عشان يحفظني جمله الدريساج اللي انا المفروض احفظها علشان ادخل اعملها. والحمد لله حققت مركز اول. وبرضو هرجع اقول تاني شكرا لماما وبابا وكل اصحابي اللي وقفوا جنبي يوم البطوله. وانت ما شكرتش الحصان بقى، شفت؟ ما قلتش اسم الحصان. مش عايز يقول. شفت بقى؟ هيزعل منك. انا اشكر موكا. موكا خلاص، شكرا يا موكا. لا لا، من اول الحوار بنسال على اسم. ايوه بالظبط.
احنا مبسوطين بيك قوي يا محمود على فكره، وضحكتك الحلوه دي ربنا ما يحرمك منها ابدا، وان شاء الله نتقابل معاك وانت حاجه اكبر ربنا واعظم حضرتك واحسن مهندس في الدنيا ان شاء الله. يا حبيبي يا ربنا يحفظك يا رب ودايما متفوق ومبارك لك ان شاء الله بالميداليه الاولمبيه. العفو يا حبيبي، وربنا يبارك في اسرتك ويبارك في اصحابك الحقيقه ونشوفك احسن الناس.